قبل ما نتكلم في موضوعنا، انا عايز اشكر بعض الاصدقاء، الاستاذ توفيق المخلافي والاستاذ عبد الوهاب الحسامي من اليمن الشقيق، بشكرهم على تشريفهم. وحقيقه انا عارف ان الاستاذ توفيق عنده كمان ظرف صحي، فبشكره. الدكتور محمد عليوه الاديب الكبير، الحقيقه الاصدقاء كلهم موجودين في ثلاث مهندسين قاعدين جنب بعض، المهندس اشرف والمهندس عوض والمهندس ياسر والدكتوره زينب، ففي عدد كبير حقيقه من الاستاذ منورنا. استاذ طارق، وقت ما تحب تعمل مداخله قول لي، عشان لو يعني انت بورسعيدي من حقك تعمل، بس بعد الاساتذه. نعم، انا مش هقول دلوقتي حاجه بورسعيدي، اقول له بلا بس. اتفضل. استاذ طارق حسن طبعا نائب رئيس تحرير جريده المسر، و هو فنان مسرحي كبير كمان. طارق اتفضل، طلع على الاوديو معلش. لا اتفضل عشان صوتك يوصل للناس بس. وهو بورسعيدي، ف يعني من البورسعيديين اللي شايلين القضيه برضه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين. يجب ان نناقش قضيه ريسيبس على ارض بورسعيد، مش بره بورسعيد خالص. ليه؟ عشان نسمع الاراء المختلفه، الناس اللي بتقول ده تاريخ زي ما الدكتوره امال قالت، ان ده تاريخ لازم يقام والتمثال لازم يعود الى قاعدته. البورسعيديه استاءوا جدا جدا من موقف حصل للريسيبس، انه اتهرب ليلا بحته قماشه برتقالي عشان ما حدش يعرف مين ده، الى من مخازن هيئه قناه السويس الى الاسماعيليه، وتحقق متحف في الاسماعيليه. طب ده اسمه كلام بالريسيبس اولى ان يكون في بورسعيد مش على القاعده، لكن اولى يكون في متحف موجود في بورسعيد، المتحف القومي اللي هدوه من حوالي 20 سنه ولم يقم حتى الان. ليه؟ وليه يكون في بورسعيد؟ نسمع لا 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 نسمع حضرتك نسمع انا هرد انا اصل انا طب طب سيب لا ده بس انا بسال طب اسمع حضرتك خلينا على المنصه يا جماعه. الريسيبس مش بتاع بورسعيد. اكيد مش بتاع حد خالص اصلا، ده يعني بتاع مصر. مصر هي اللي قررت، ولا بورسعيد ولا القرار. طب خلينا بس الشعب المصري هو اللي قرر. ماشي اوكي، الشعب المصري مش عايزين الريسيبس. طب خلاص اوكي، خلينا بس نسمع حضرتك يا غاز كويس قوي. خلاص هنرد حضرتك. ده غنيمة حرب لصالح الشعب المصري، والشعب المصري مش عايز يحط. طب لو أذنت حضرتك، لو سمحت ده كلام كويس، كلام كويس. اتفضل يا طارق كمل. اللي الدكتورة أمال قالت هي جت من هنا خمس سنوات واتقال نفس الكلام، وكل محافظ بيجي بيعاد مرة ثانية الحديث حوالين عودة هذا المعتوه بالاسيبس الى القاعده الخاليه بورسعيد. انا بقول بورسعيد باعتبار انها صاحبه التاريخ صاحبه القاعده وصاحبه ال 120,000 عامل اللي ماتوا في حفر الاسيبس في حفر قناه السويس. يعني اقصد ان بورسعيد جزء من التاريخ الوطني لمصر. عظيم جدا. وفي ارائين في اراء الراي وصل فانا بقول يعني اقصد نسمع راي الناس اللي بيقولوا ليه يعاد مره ثانيه الريسيبس الى القاعده. انا عن نفسي برفض تماما من هنا عوده هذا الرجل الافاق الى القاعده الثانيه. شكرا جزيلا استاذ. طبعا راي الاستاذ طارق، يعني حسب انا عارف راي طارق انه من الرافضين لعوده التمثال، والتمثال عاد الى متحف اسمه متحف هيئه قناه السويس، والراجل ده مرتبط اسمه بقناه السويس. واحنا هنسمع طبعا من اساتذه علماء التاريخ، وانا تقريبا عندي خمس كتب عن قناه السويس وحدها، يعني كتاب اسمه قناه السويس ملحمه شعب وتاريخ امه، وكتاب اسمه حكاوي القناه ونشوء العرق والدماء، وكتاب اسمه بورسعيد وابد التاريخ، وكتاب بتاع ريسيبس الحقير ده. فالقضيه انه انا يعني انا دارس المساله دي زي كف في ايدي الحقيقه. فلكن خلينا نبدا بالدكتور احمد الصاوي. الدكتور احمد الصاوي احد كبار علماء الاثار في مصر وفي الوطن العربي، وكان حصل خلاف على فكره هل هذا التمثال اثر ولا مش اثر. هي دي القضيه برضو قضيه علميه، وكان الدكتور احمد بصفته العلميه زي ما الدكتور خلف والدكتور جمال كانوا في الجمعيه التاريخيه وطلعوا شهاده وبيان علمي
وكان الدكتور راضي موجود في مجلس اداره الجمعيه وقتها انه التاريخ ما بيقولش ان الجدع ده ملوش علاقه في يعني في المساله. احنا بنتكلم علم كمان يعني، زائد ان احنا عندنا انتماء وطني حقيقي لهذا البلد، وزائد ان احنا منحازين لتاريخنا الوطني، الا ان احنا برضو في الرد على هؤلاء الـ يعني مش عايز اسيء اليهم يعني الناس اللي مش فاهمين على الاقل خالص، بنلجا الى الاساليب العلميه البحث. فالدكتور احمد الصاوي وهو عالم اثار له يعني له باع كبير جدا في علم الاثار، هو يكلمنا عن فكره هل هذا البتاع اللي اتنسف ده يعتبر اثر. طبعا هو في قرار من رئيس الوزراء انه ضمن الاثار الاسلاميه المسيحيه، الكلام طبعا كلام معجون ملوش اي علاقه بالواقع. هنسمع الدكتور احمد، وانا بتمنى على كل ضيف من الضيوف ما يزيدش عن ربع ساعه لو تكرمت عشان بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بتكلم بصفتين، انا مسؤولي الخاص طبعا، وفي نفس الوقت من المحسسين في الاثار الاسلاميه. دكتور سوكا، دكتور استاذ دكتور رضي جوده، استاذ تاريخ المعاصر، الدكتور امال الباحثه بالعلوم السياسيه، فيعني يكفي التايتل يعني. انا بتكلم عشان ده فيديو على اليوتيوب. انا عارف بس عشان وقت الناس، يعني ده هياخد وقت طويل من الناس. استاذ طبعا مجراء استاذ ذهب طبعا هو المؤرخ بالصوت والصوره لكل فعالياتنا المهمه يعني، واحنا بنسعد انه يعني بيجي متبرعا الحقيقه الراجل، وبيقدم ده وبيعمل ارشيف مهم جدا للفعاليات الثقافيه المصريه. دكتور احمد اتفضل. في حدود الوقت المتاح ليا، اولا انا عاوز احيي كتابك، كتاب قراته يعني بعتبره وثيقه لكلامنا فيما يتعلق بموضوع بيزنس. واتمنى كل الناس اللي هي عندها اراء مختلفه اختلاف هو سنه الحياه ان تقرا. يعني ما حدش فينا معصوم من خطا، اقرا وبعدين نبدا نتناقش بناء على القراءات، لكن احنا داخلين في حاره حوار الطرشان، ناس بتتكلم في اتجاه وناس بتتكلم في اتجاه ولا حد عاوز يسمع، دي مساله غايه في الصعوبه. بنتنا امال عسرام موجوده، انا عاوز احيي رسالتها لفلسطين، هي في الاعلام وهي ايضا رساله اتمنى ان تجد طريقها للطباعه. لها علاقه بهذا الموضوع لانها عملت تقديم كبير جدا لمساله النسبس والخلافات و يعني المعلومات الموضوعيه، بالاضافه الى التفاعل اللي تم حول هذه القضيه في الفيسبوك. وانا بعتبر في الحقيقه ان احنا انا طبعا خلفيتي سياسيه، انا كنت عضو المكتب السياسي للحزب المصري وقبل تسقيطه في البدايه، فانا راجل نصيب ما بقى يعني ده انا العمل السياسي حصل فيه تراجع كبير جدا، وانا شايف ان الفيسبوك والوثائق المختلفة أحد الأبواب لاستعارة الحياة السياسية في مصر، لابد من التفكير فيها بشكل منهجي. وأنا بعتبر الرسالة اللي عاملها أمال في الحقيقة مهمة جدا للسياسيين ليتمكنوا من استخدام الفيسبوك في إعادة الحياة إلى هذا البلد على الأقل في المرحلة الانتقالية. أنتقل إلى الجزء الأول اللي عاوز أتكلم فيه في حدود الوقت، هو موضوع تسجيل التمثال كأثر. أولا إحنا خدنا مرحلة أولى، سجلت القاعدة كأثر وفقا للقانون المصري، اي شيء مبني على الارض مر عليه 100 عام يعتبر في اعداد الاثار، وسجل ضمن الاثار الاسلاميه والقبطيه. لم ينتطق في ذلك عن عزان كما يقال. لكن انت جبت مثال معدني نصف 1899 ونصف 1956، الفرق كله 57 سنه، وتعتبره عنوتا برغم نصوص القانون انه جزء من الاثار الاسلاميه والقبطيه، تسجيل خطا، قرار خاطئ للمجلس الاعلى للاثار، قرار سيء للجنه الدائمه للاثار الاسلاميه والقبطيه. انا اول مره اقول ده، انا ما بحبش اتصادم مع الزملاء، لان يعني زملاء في الاثار معظمهم تلاميذي يعني انا من القدامى في دراسات الاثار. لكن في الحقيقه هو قرار خطا ومخالف للقانون. لان اولا لم يمر عليه 100 عام هو في مكانه 57 سنة بالتحديد. رقم اثنين انه ليس مبنى قائم. المباني القائمة هي اللي بينطبق عليها قانون الآثار. أما التقادم بالنسبة للتحف والمنقولات أو الأعمال الفنية موضوع مختلف تماما، ولا يمكن أن تتصدر له اللجنة الدائمة للآثار. يعني مجموعة مخالفات قانونية لو أي حد راح قضاء لذلك لها هذا القرار. هذا القرار أيضا معين. لأن
لا ولايه لهيئه الاثار على التمثال. التمثال ده تحطم 56 دخل في حيازه هيئه قناه السويس. بالمناسبه الناس اللي هم شايفين ان بورسعيد اتغفلت والتمثال اتنقل منها وراح اسماعيليه لاستشاره المسائل الجهويه برضو فيها جهل، لان في الحقيقه التمثال طول عمره في هيئه قناه السويس على مجرى قناه السويس، وبالقانون بالقانون هذا الجزء ليس جزءا من محافظه بورسعيد، هو جزء من مجرى قناه السويس بقرار رئيس الجمهوريه. فالمكان اللي موجود فيه لا هو ينطبق عليه قانون الاثار ولا هو عنده التقادم بتاع ال 100 سنه، بالاضافه انك تيجي تاخد تمثال تسجله في قائمه الاثار الاسلاميه والقبطيه. خلاص كان الاولى نعمل تمثال لابو لهب، والراجل اللي عرفه عندنا في القران وعارفين ان هو يعني موجود. فده الجانب في الحقيقه اللي انا يعني شايفه معيب جدا. والفرنسويين هنا بقى الجزء الثاني، ان اللي ورا هذا الموضوع هو فرنسا قولا واحدا. في ناس ممكن يستهويها الموضوع، لكن اما تتابع كتاب محمد الشافعي هتجد ان فرنسا من 1957، لا ده لسه 57، من 1975 من بعد افتتاح القناه للمره الثانيه وهي تلح بشكل غريب جدا، ان الانصر السفير بتاعهم ممكن يتكلم لكن مش بصفته الرسميه. والجمعيه اللي هم عاملينها بتاع اليانز تكلم، وعرضوا اكتر من مره مساله ان هم هيدفعوا 50 مليون يورو، تسمع الكلام ده مره انه بشكل سنوي ومره واحده لاعاده التمثال. الاخطر من كده ان هذا التمثال رمنا بغير علم ولا قرار من هيئه الاثار اللي راحت سجلته، وده جزء من التسجيل لاي اثر، ان هذا الاثر لم يحدث فيه تغيير الا من خلال الجهات المسؤوله. واحد مجند فرنسي قضى فتره تجنيده في ترميم هذا التمثال، اضاف ايه عمل ايه، ولا هيئه الاثار دي تعرف حاجه اللي خد القرار بتسجيل هذا ضمن قائمه الاثار الاسلاميه. فرنسا وراء هذا الموضوع، وكلما اتخذ قرار حاولت نقضه، لكن المفاجاه ناس كثيره ما تعرفش ان قرار نقل التمثال الى متحف الاسماعيليه هو بناء على تفاهم تم مع ممثلي المنتفعين من قناه السويس اللي هم حمله الاسهم القدامى اللي عاملين جمعيه، والجمعيه دي هي اللي بتيجي لبورسعيد ومعاهم حفيد ريسبشن. ده موضوع كبير جدا ومخابرات رسمه، يعني في الموضوع ده فيه فلوس ووعود خارج الاطار الرسمي. انا مش عاوز اتهم حد، لكن هذا موضوع شائك ويطعن في الوطنيه المصريه. مشكله الفرنسويين بشكل عام ان هم هيقولوا كلام غير رسمي، يعني ما تقدرش تروح تكلم سفير فرنسا او القنصل تقول له انت عاوز ليه ترجع تمثال لواحد انت بلدك نفسها ما تقدرش تقيم له تمثال، لان هو مدان في المحاكم الفرنسيه والقانون الفرنسي يمنع اقامه تماثيل المجرمين. هقول لك ما حدش طلب مننا، لكن هذا يتم بشكل غير رسمي. مشكله فرنسا انها استعمار لا يعني عنده اهتمام بحاجتين، الرمزيات والمصالح كلاهما عكس الانجليز. الانجليز عنده المصلحه، انت عندنا كان تمثال فيكتوريا وتمثال الجندي المجهول الاسترالي اتهدوا، انجلترا ما اتكلمتش ولا هتتكلم، لكن فرنسا لا، بالنسبه لها الموضوع ده موضوع رمزي. هم عندهم اشكاليه يعني كبيره، انا مش عاوز اخش في التاريخ الاستعماري يعني. الامر المتعلق بجزء من الجهد بيتم في مصر بالتحديد احنا بنسميه الذاكره المؤقته، والتعبير مش ليا، التعبير استعمالي، ان احنا اي مجتمع عاوزين لا يقاوم السياسات الاستعماريه لابد ان تكون لديه ذاكره مؤقته. هذه الذاكره المؤقته تتناقض كليا مع الحقائق والواقع، لكن اقدر اخلق ذاكره مؤقته لبعض الوقت عشان امرر امور محدده. هذا الموضوع موصوف ومكتوب عنه في اجهزه الاستخبارات الاجنبيه، وبعدين يعني من الحاجات الكويسه جدا ان لما يبدا ينشط هذا الموضوع مباشره بيدخل الناس اللي هم بتوع صفحات الملك فاروق، وبعدين يدخل معاهم كل اللي ضد عبد الناصر، دول وش يعني كده مع بعض موجودين، الوحداء اللي ما بيتدخلوش لا الجماعات الاسلاميه ولا الاخوان. بالرغم ان الناس دي لو انت قلت له الو هيقول لك قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لكن لو جبت صنم وحطيته ولا واحد منهم اتكلم. برغم ان ده من واجباته.
مش انه صنع، انك تجيب واحد سيرته التاريخية زي ما هي مشروحة في كتب كثيرة جدا ومنه كتاب أستاذ محمد الشافعي المعروف. هؤلاء جميعا يستوهدوا بقى كما لو كان الأمر هو معاداة، ما بلاش هو كما لو كان الأمر، لأن الحقيقة هو معاداة للتاريخ الوطني ببساطة شديدة جدا، لدرجة إن في ناس من اللي هم إخواننا في بورسعيد اللي بيكتبوا في الموضوع ده بيتريق لهم إن في عداء شخص بين عبد الناصر وبين سبسة، رغم إن المسألة دي مش صحيحة، وأنا حتى كتبت مقال عن فضل الاشتباك بين عبد الناصر وبين سبسة، المسألة ما لهاش علاقة، دي سبسة مدان في التاريخ الوطني من أول لحظة، من أول الحزب الوطني القديم، لا كمان من أول الخديوي إسماعيل، يعني أسرة الملكة كلها ضد الحركة الوطنية كلها بكاملها بكامل أحزابها من أول الوقت لغاية ما توصل لمصر الفتاة، الحزب الشيوعي المصري كلهم ضد الدليسيبس، جزء من التاريخ الاستعماري، والراجل يعني ما يقدرش يقول عن نفسه إن هو مهندس قناة السويس، يعني ده مش حقيقة، كلام ده متداول حول النجريلي صاحب التخطيطات، ولا يقدر يتكلم عنه عن نفسه إن هو لم يرتكب جرائم بحق مصر منها الديون ومنها الاحتلال البريطاني أو التسهيلي، لكن أول ما بيحصل ده في الحقيقة من فترات كده كل فترة يجينا هوجة رجع تمثال، هتجد آخرين يقوموا نطين يقول لك طب رجع كمان تمثال الجندي المجهول بتهدف 56، بس ده بتاع جنود نيوزيلندا وأستراليا اللي كان في الحرب العالمية الأولى، برغم دول لا مصر كانت طرف في الحرب ولا كانت القوات الأسترالية النيوزيلندية اللي ماتوا دول بيدافعوا عن مصر، ورغم ان التمثال لم يعد صالحا واستراليا اضطرت تعمل نموذج منه وتحطه عندها، لكن برضه ناس هتقول لك رجعه، طيب رجع تمثال فيكتوريا اللي كان تحتيه سبيل، يا سيدي تمثال فيكتوريا سنه 1947 مش عبد الناصر خالص، الحركه الوطنيه كسرته منعا احتجاجا على موقف بريطانيا من مساله حصول مصر على الاستقلال او الجلاء عنها، والناس يعني أنفت أن يرقى الناس تحت أقدام فيكتوريا لاستقبال مياه العذبة من السبيل اللي كان موجود في هذا الوقت. أنا هخلص دقيقة واحدة، اللي عاوز أقول إن موضوع التمثال ده إحنا اشتكينا منه، لكن في الحقيقة اللي بيثير الغضب عند أي حد فينا، اسمحوا لي يعني اعتذر عن الافتعال، يعني انك تجد ان محافظة زي بورسعيد دايما اللي بيتولاها المحافظ من اصول عسكريه. انا راجل خدمت القوات المسلحه، كنت مسؤول في فتره من الفترات عن المكتبه السريه في اللواء اللي انا بشتغل فيه او خدمت فيه، فوجئت ان اللواء ده يعني المكتبه السريه دي فيها كتب لا يمكن حد يتخيل ان عسكري يقراها، من اول نفح الطيب في غصن الانظار في الرقيب لكتب عسكريه لكتب استراتيجيه الف ب، لو اي حد في العسكريه المصريه حامل رتبه او دراسات اركان حرب هيبقى عارف مين دي بسبسه، كل محافظ احنا نقعد نكافح معاه ويقول هرجع التمثال واحنا نقول له ما ينفعش، طب انت المفروض اللي تقولها ما ينفعش لو احنا قررنا ده، الموضوع ده يخص الامن القومي المصري زي ما قال باشمهندس مجدي، تمثال دي بسبسه ليس شأنا محليا، ماهوش تمثال في حي الشرق، ده تمثال في مصر، والتماثيل في مصر في الميادين العامه ناهيك عن ناصية العالم بين أفريقيا وأسيا هي للرموز الوطنية فقط، ومسألة الاحتجاج من التاريخ لابد أن نحترمه، وإحنا بنحترم التاريخ، اللي وقعوا التمثال دول احترموا التاريخ، إحنا كمان بنحترم التاريخ لأن إسقاط التمثال هو جزء من تاريخنا في الوطن. شكرا جزيلا دكتور رحمن، شكرا جزيلا. أنا عايز بس أضيف قبل أن أجي الكلام من دكتور جمال، إنه في امام جامعه باريس، في باريس في تمثال شديد الحقاره لشامبليون يضع حذاءه على راس ملك مصر، وقالوا توت عنخ امون، توت عنخ امون على ما اعتقد، في مكتبه الاسكندريه السفير الفرنسي وجه بهذا التمثال وقال بشكل مباشر وحد مش هنشيل، تخيلوا سفير الفرنسي في مصر بيقول مش هنشيل جزمة شامبليون على راس توت عنخ آمون المصري.